اه يا دكتور واضحة تمام. طيب احنا بنكمل على محاضرة المرة اللي فاتت اللي هي بنتكلم فيها في الويست كولكشن، وان احنا عندنا اكتر من طريقة لتجميع المخلفات من البيوت، وفي طريقتين منهم هناخدهم بالمعادلات بطرق حسابهم وكل حاجة، اللي هم اول طريقتين اللي هي الهولد كونتينر سيستم شرحناها المرة اللي فاتت، والمرة دي هنشرح الستيشن كونتينر سيستم. سريعا برضو هعيد على الهولد عشان تبقى في دماغكم، عشان هناخد منهم كده شوية يعني قرنة او ازاي كده نقدر نختار مين فيهم. في الدور تو دور سيستم اللي هو ايه، اللي يخبط على الباب للهولد، لو انتوا فاهمين الصندوق تحت هيشيله كله يوديه لغايه ترانسفير ستيشن كونتينر سيستم، الصندوق برضو تحت العماره. دور تو دور اللي انا بخبط على باب زي ما موجود عندنا في معظم القاهره، انه جمع المخلفات بيخبط على بيت شقه شقه ياخد منها. وفي البيكيولير سيستم، دي سيستمز بقى خاصه لما تكون مكان يعني يعني مش شقق وعمارات، يعني تقسيمه بيكيولير يعني خاصه بحاجه معينه، فيبقى ليها سيستم تجميع خاص بيها. احنا قلنا الهولد المره اللي فاتت بس سريعا كده لو تفتكروا، عربيه التراك بتيجي من الجراج تمشي لمده زمن تي 1 عشان توصل لاول صندوق محطوط تحت، صندوق كبير جدا، فهي مش بتفضيه، هي بتشيله صندوق مليان زي ما هو، وتمشي باي ترانسبيرتيشن او مكان او ماتيريال ريكفري فاسيليتي السايت، تفضي المكونات بتاعت الصندوق هنا وترجع بالصندوق فاضي عشان توديه هنا، ودي كان اسمها تريب. وبعدين تسوق ديستنس بتوين كونتينرز لغايه الصندوق اللي بعده وهكذا لغايه اخر اليوم، ما بعد ما خلصت اخر صندوق ترجع تسوق زمن تي 2 عشان ترجع الجراج تاني. في زمانين تانيين اسمهم البيك اب كونتينر، ان انا بحمل الكونتينر ده على العربيه، وانلودنج الكونتينر ان انا ارجع تاني بعد ما الكونتينر فاضي ارجع ايه اعمل له انلودنج تاني في مكان. خدنا مرة فاتت كده بمشي سريعا، وخدته ان احنا عشان نحسب تايم بير تريب للهولد كونتينر سيستم كان بيتكون من الثلاث اجزاء دول، اللي هو البيك اب تايم، والاس اللي هو ات سايت تايم، والهولد تايم. طبعا هولد تايم البيك اب تايم ده اللي هو زمان ان انا ببيك اب الكونتينر وبانلود الكونتينر، والديستنس بتوين كونتينر سهله. الزمن اللي عند السايت اللي هو الزمن اللي عند النقطه دي السايت بالنسبه لنا، في زمن طبعا عبال ما افضي الحاجات اللي في الكونتينر، لان التغذيه اللي موجوده فوق دي تغذيه تبع فوق، افضي الحاجات اللي من الكونتينر في الارض هنا او وارجع، او يعني مش وارجع، افضي الزمن اللي بستغرقه في السايت ده. في الاتش بقى، وده طبعا زمن رئيسي اللي هو ان انا سايقه المسافه دي رايح راجع. هنا كان ايه التايم بير تريب فور هولد كونتينر سيستم، كانت الثلاثه دول على بعض. وكنا قلنا انه الهولد اللي هو الهولينج تايم او زمن ان انا اروح رايح راجع ده بيساوي A بلس B في X، X دي هي المسافة، و H دايما كل حاجة هنا زمن فدي مسافة، A وال B دول زي يعني empirical يعني constants طالعين من كيرف، بس انا مش عايزة يعني اعقد لكم الدنيا. فعند كل speed limit في قيمة ال A وقيمة ال B، طبعا مش هتفصل الحاجات دي حسب السرعة المسموح بيها للعربية. وكنا اتكلمنا ان احنا لازم نبقى عارفين النمبر اوف تريبس اللي بنعملها في اليوم، دي عباره عن اليوم يعني اقدر اعمل كام تريب في اليوم، اقدر اروح وارجع كام مره، دي تريبايه دي اتنين تريب، اقدر كام مره حسب اليوم طوله قد ايه. فحسب طول اليوم ممكن 8 ساعات ممكن 16 مضروب في، هو انا كل اليوم مش الراجل ما بيشتغلش، في اوف رود فاكتور، في زمن ضايع ان هو بياخد كافي بريك بتاعه وبيتغدى، وفي ان العربيه عطلت، وفي ان الدنيا زحمه وحاجات كتير. وطبعا نطرح تي 1 وتي 2 اللي بيحصلوا اول اليوم واخره لغايه الجراج، نقسم على زمن الرحله الواحده يطلع عدد الرحلات اللي ممكن نعملها في اليوم، فده اللي ممكن نعمله. لكن احنا عايزين كام رحله في اليوم بحسب كميه المخلفات الموجوده مقسومه على الكونتينر الواحد السايز بتاعه كام متر مكعب، اليوتيلايزيشن فاكتور. انا ما حدش بيجي ياخد كونتينر مثلا متر مكعب وتقول لي ان كل المتر المكعب دول هيبقوا مليانين مخلفات، في يوتيلايزيشن فاكتور بملى 70% منه 80% منه ايا كان. فدي نفس الرسمه، بس اللي عايز ازود عليه المره دي ان هناك حاجه تانية برضو هي هولد كونتينر سيستم، ولكن فيها تركية كده عشان نقلل شويه الزمن، ان لما السواق بيجي الصبح من الجراج يسوق مسافه تي 1 بيبقى معاه كونتينر فاضي محوشه من اليوم اللي قبله، بالتالي هيوفر ايه الرحله دي. فهنا ساب الكونتينر الفاضي، خد الكونتينر المليان وراح، وبعدين الكونتينر ده بعد ما فضي ما رجعوش هنا، رجعوه هنا وهكذا. واخر اليوم بعد ما يعني
فانت الكونتينر المليان ده فضاه هنا، ما رجعش في نفس النقطة لأنه خلاص هو حاطط فيها كونتينر فاضي، وراح فين؟ رجع على الجراج معاه الكونتينر ده فاضي. فده بيقلل لنا للجاية في الوان لاج، يعني في الزمن طبعا خطير وأساسي. وتاني احنا موضوع الكولكشن هو 60% من التكلفة. النوع التاني من الطرق التجميع غير الهولد كونتينر سيستم ما بنسميه ستيشنري كونتينر سيستم. كلمة ستيشنري معناها إن الصندوق ثابت في مكانه، مش هيحصل له هولينج، مش الصندوق هيتفسح معايا لغاية السايت، لا هو ثابت. فالسيستم ده طبعا بيعتمد على نوع المخلفات وكمياتها، و في منه بقى بتبقى يعني زي كده، هو ده كده ستيشنري، الصندوق ده هيفضل في مكانه. في منه ميكانيكالي لودد، يعني انا عندي العربيه الكومباكتور دي اقدر احط عليها الصندوق وهو ميكانيكالي فضه هنا، وفي مانيوالي ان انت تاخد الصندوق وتفضيه نفسك جوه العربيه. طبعا يعني المفروض ان معظم الفيكلز، هو هنا في مصر عشان الشوارع ما بتسمحش بالعربيات الكومباكتورز، لكن بره يعني عربيات الكومباكتورز هي اللي بتجمع المخلفات. طيب الرسمه تبقى شكلها ايه في حاله الستيشنري؟ في حاله الستيشنري انا الجايه العربيه من الجراج في زمن طبعا تي 1، راحت ان انا لقيت الصندوق مليان، فضت اللي فيه سواء مانيولي او ميكانيكالي، وسابت الايه الصندوق فاضي هنا من غير مش محتاجه تروح السايت، هي بتفضي في العربيه. بعدين تتنقل تسوق ديستنس بتوين كونتينر، تاخد اللي بعده وهكذا، وتعمل له انلودنج وتسيبه فاضي وهكذا وهكذا، عدد من الايه من الكونتينرز بيعتمد لغايه لما العربيه تتملي، ثم هي تسوق لغايه السايت، ومن السايت ترجع تروح بقى مكان تاني عايز ايه، تروح عند السايت عشان تفضي كل الملف في العربيه، ومن السايت تروح مكان تاني تعمل فيه نفس العمله. دي كده على بعضها ايه تريب، دي على بعضها تريب. وبناء على هذا فاهمين الرسمة اللي فاتت؟ فاهمين الرسمة يا جماعة اللي أنا شرحتها؟ سامعيني؟ اه يا دكتور مع تمام حضرتك، يا دكتور. تمام. البناء على الكلمتين دول هتبقى المعادلة شكلها كالآتي: التايم بتاع التريب الواحدة في حالة الستيشنري كونتينر سيستم مش الهولد اس سي اس، عباره برضو عن بي البيك اب تايم للستيشنري كونتينر سيستم، الاس اللي هو التايم اللي برضو عند السايت اللي هو زي التايم بتاع السايت بتاع الفات. طبعا هيختلف تايم السايت في حته ان كل نوع عربيه بياخد وقت مختلف عشان يفضي اللي فيه، دي عربيه كومباكتور شايله يعني شايله مكونات صناديق، الثانيه عربيه شايله صندوق كبير على بعض، بس يعني هو في الاخر ات سايت تايم، زائد جزء الهولينج اللي هو اي بلس بي في اكس اللي خدناه المره اللي فاتت هو عشان يسوق لغايه السايت. طيب البي بقى اللي هي البيك اب تايم، هل هي برضو بي سي زائد يو سي زائد دي بي سي؟ لا، هل هي بيك اب تايم زائد انلودنج زائد ديستنس بين كونتينرز؟ هي شبهها بس مش بالظبط. هي عباره عن ايه؟ انت في الرحله الواحده هتفضي عدد من الكونتينرز، اي تي دي النمبر اوف كونتينرز اللي هتفضيهم في التريب. طب يبقى الزمن تفضيه الواحد كام؟ انلودنج زي اللي فاتت يو سي. طبعا ما بقولش ان الزمن في الاستيشنري زي الهولد، انا بقول ان احنا بنستخدم نفس الترمينولوجي نفس كلمه يو، لان هو نفس الفانكشن بتاعه انلودنج كونتينر. فده نمبر اوف كونتينرز امتي بير تريب مضروبه في الانلودنج كونتينر، الزمن بتاع الكونتينر الواحد بتفضيه زائد انا هسوق قد ايه، انا هسوق نمبر اوف بيك اب لوكيشنز ناقص واحد. انا مثلا هنا هو مثلا افترض ان انا عندي هنا 4 بيك اب لوكيشنز، بس انا هسوق 3 مرات، فنمبر اوف بيك اب لوكيشنز ناقص واحد في الديستنس بتوين كونتينرز. طيب يبقى هو ده اللي هيديني الايه الزمن بتاع البيك اب بتاع الستيشنري كونتينر سيستم، تمام؟ اللي هو هحطه المعادله دي اس احنا متكلمين عليها المره اللي فاتت واتكلمنا عليها تاني النهارده، والاي بلس بي في اكس دي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت واتكلمت عليها النهارده، اللي هي الاتش اللي هي الهولينج تايم، و A و B دول empirical parameters و X دي زمن. طيب تمام؟ دكتور معلش، هو انا ليه لما ب... بس ب... لما بحب الم من 3 لوكيشنز بسوق، او يعني من 4 لوكيشنز بسوق 3 مرات بس؟ الرسم اهي ادي distance between containers، ادي distance between containers، ادي distance يا راجل اتعلمناها واحنا في ابتدائي. اوكي تمام تمام صح؟ عندي تمام 4 نقط بينهم 3 مسافات. ايوه صح تمام. طيب ايه تاني؟
انا هقدر افضي كام كونتينر في الرحله، اللي هو السي تي ده، اللي هو ده ليه حاجه نحسبها منه؟ ليه حاجه نحسبها منه، نمبر اوف كونتينرز اللي هفضيها في الرحله. على فكره انا بشوف ان الحاجات دي مش يعني طبعا المعادلات هتحفظوها، انا مش بتكلم مش هنحطها في الامتحان لانها ما فيهاش اي حاجه، هي عايزه تشغيل دماغ بس. في احنا ما في المعادلات مش هتكون موجوده في الامتحان. النمبر اوف كونتينرز امتي بير تريب بتساوي ايه؟ الفوليوم بتاع الكولكشن فيكل بالعقل من غير ما نقرا. انا عايز اعرف هقدر افضي كام كونتينر في الرحله، ده اكيد يعتمد حجم العربيه قد ايه والكونتينر الواحد بيشيل قد ايه. ما يعني سهله، الكونتينر الواحد طبعا هقسم مين على مين، حجم العربيه على الكونتينر الواحد، فحجم العربيه في طيب العربيه دي في كومباكشن ريشيو لان معظمهم كومباكتوس، فانا بحط بس انا بقدر اكومباكت واشيل اكتر. لو في كومباكشن ريشيو اقسم على ايه؟ كونتينر الواحد فوليومه كام؟ طب زي ما لسه قايله من شويه، وانا كل الفوليوم بستهلكه، لا في يوتيلايزيشن فاكتور نسبه 70 80 حسب، ده كده هيديني انا اقدر افضي كام كونتينر في الرحله الواحده. طيب انا بقى محتاج كام رحله في اليوم؟ ده يعتمد حجم الويست اللي بولد في اليوم، ده يعتمد على الافريج ديلي كوانتيتي اوف ويست في اليوم مقسوم على العربيه الواحده بتشيل قد ايه، فبالتالي اقدر اعرف هعمل كام رحله. انا دلوقتي عندي منطقه مثلا، انا مش عايز اقول لك طبعا ان مصر الجديده متقسمه 11 زون عشان بس الناس تبقى متخيله، مصر الجديده متقسمه في جمع المخلفات ل 11 زون، كل زون واخدها متعهد. فانا بكلمك ان انا لو قلت، فهو بيجي على الزون الواحده ويشوف هو عايز كام رحله، فحسب كميه مخلفات اتولد في الزون دي قد ايه مقسومه على ايه الايه الويست اللي ايه اقدر في العربيه الواحده بتشيل قد ايه. طيب يبقى انا دلوقتي التايم المطلوب قد ايه؟ انا دلوقتي عندي تي 1 وتي 2 كده كده موجودين غصب عني رايح راجع الجراج، زائد انا عندي نمبر اوف تريبس مطلوبين في اليوم، تريب الواحده ليها زمان معين. طب هو كده الدنيا لطيفه وجميله، هو ده التايم في اليوم هشتغل شويه دول؟ لا، لازم اطرح منهم شويه، انا اقسمهم على رقم. ليه؟ لانه قلت لك ان في اوف روت فاكتور، في اكل وشرب وكافي بريك وكونجستشن يعني زحمه، فيها العربيه عطلت وفي حاجات كده. انا بقسم على واحد ناقص دبليو بيبقى حوالي 10% 15% من زمن اليوم، صح في الكلام ده؟ ده يدينا انا محتاجه عايزه زمن قد ايه في اليوم. وارد الاقي نفسي ان انا عايزه عشان اجمع من المكان ده 36 ساعه اكتر من زمن الشغل، او حتى 18 ساعه وهم هيشتغلوا بس وديتين 16، فابتدي اتكلم ان انا عايزه اكتر من عربيه. ناخد اكزامبل على حاجه زي كده، برايفت سوليد ويست كولكتور ويشز تو لوكيت ماتيريال ريكفري فاسيلتي نير ا كوميرشال اريا، واحد بيجمع مخلفات عايز يحط ار اف، ليه تعتبر بالنسبه لك السايت؟ انا هنتكلم عليها في الاخر ايه هي الماتيريال ريكفري فاسيلتي، يعني مكان اقدر اريكفر فيه مواد، يعني اعمل يعني استعادة المواد تاني. Near a commercial area. The collector would like to use a stationary container system. هو خايف ان the cost might be prohibitive. Calculate the cost of the system. ده ايه stationary container. Assume that one collector driver will be used and that the following data are applicable. For the purpose of the example, assume the travel time T1 و T2 are included in the off-road factor. يعني هو هيعتبر ان T1 و T2 دول داخلين في الاوف-رود. اعتبروا اكنهم من الازمنة الضايعة كده. اكل والشرب عشان ما ادهملكش يعني. في كميه الويست اللي بتطلع في اليوم 300 مكعب سايز بتاع الكونتينر يوتيلايزيشن فاكتور اللي هو اف 67% بس من الكونتينر، حجم العربيه 30 متر مكعب، الكومباكشن ريشيو 2 ضعف، اليو سي كونتينر انلودنج تايم اهو، الاي والبي بتوع الهول هولينج تايم اللي هو الكونستنتس اهو، ات سايت تايم اللي هو اسمه اس overhead costs و operational costs. يقول لك average distance between container اللي هي DBC 0.1 دي constants for estimating driving time between containers location دي. أنا ولا دلوقتي انا بتكلم كله في ازمنه،
كله الموضوع، كل الدرس ازمنه. فيجي دلوقتي يقول لي الديستنس بتوين الكونتينرز 0.1 مايل، احولها ازاي للزمن؟ انا كنت لسه بقول لكم معادله اللي هي يعني هي نفسها موجوده في الاريا دي، لو ده المسافه هجيب منه الزمن كده. فده اللي هو عايز يقوله، استخدام A و B. هو بيقول لك ده مش بس ينطبق على الاتش اللي هي لغايه السايت، لا ده كمان تقدر تطبقه على اي مسافه، فتقدر تطبقه حتى على الكونتينرز. ولهذا جه في هذه المساله بيقول لك الكونستنت اسمها A داش و B داش بتاعه استيميتنج الدرايفنج تايم بتوين كونتينرز اللي هو دي بي سي كام، 0.06 و0.67، غير الاي والبي بتوع الايه الهولينج الكبار. determine number of containers emptied per trip اول حاجه. فانت عندك ايه دلوقتي هتعرف، انت دلوقتي عشان تعرف تحل في هذه المساله الموضوع ده عائق، لازم تجيب النمبر اوف كونتينرز اللي تقدر تفضيها في الرحله، فلازم تستخدم المعادله دي عشان تعرف تحطها هنا، عشان تعرف تجيب ده، عشان تعرف تجيب ده. معايا؟ امين يا جماعه؟ تمام يا دكتور. انا عارفه انا ممكن اكون بشرح بسرعه شويه، بس هو انا ما اعرفش، يمكن انا بحس ان ما يعني الواحد محتاج يبقى دايما بيلقط كده سريعا، مش حاسه ان الموضوع عميق. ال number of containers اللي انا اقدر افضيها في الرحله الواحده بتساوي ايه؟ بتساوي الفوليوم بتاع العربيه اللي هو اداهولك مضروب في الكومباكشن ريشيو اللي هو قالك انها 2 مضاعف الكميه، مقسوم على الكونتينر الواحد يقدر يشيل كام، ومضروب في اليوتيليزيشن فاكتور اللي هو قالك 67% بس من الكونتينر بيبقى بستخدمه. بالتالي لقيت نفسي ان انا اقدر اشيل 11.19، ما ينفعش اقول 12 انا ده اخري، فاقدر اشيل 11 كونتينر في الرحله الواحده، الرحله الواحده اقدر اشيل فيها 11 كونتينر. طيب جبت اول واحد، يبقى احنا عايزين نجيب بقى البيك اب تايم بير كونتينر هو ايه، اللي هو المعادله دي اللي احنا لسه شايفينها اهي. هنحط بقى السي تي، هل انا عندي كل حاجه اللي هي سي تي مضروبه في الانلودنج تايم زائد النمبر اوف بيكينج اب بيكينج لوكي يعني بيك اب لوكيشنز ناقص واحد في الديستنس كونتينرز. طبعا قلت لكم الديستنس كونتينرز دي هنحولها ل A بلس بي في اكس، A داش بلس بي داش في اكس ماشي، اللي هم 0.1 مايل دي وتحت ده ايه، وال ايه ده جبناه من فوق 11 والانلودنج تايم مديهولك، و11 كونتينر ناقص واحد، ما 11 كونتينر معناه ما هم 11 مكان عشان كل مكان فيه كونتينر، وكل الحاجات عندنا. فيطلع ان انا الرحله الواحده هتاخد 1 بوينت، مش الرحله كلها، البيك اب تايم بتاع الرحله الواحده ساعه و22 دقيقه، البيك اب تايم. طيب انا عايزه كام رحله في الاسبوع؟ انا قال لي ان انا 300 متر مكعب في الاسبوع، ده كده الفوليوم اللي عندي، وانا اقدر في العربيه الواحده اشيل 30 في 2 اللي هي 60، انا عايزه 5 رحلات في الاسبوع. من هنا اقدر اطلع التايم ريكوايرد بير ويك، هو ليه بير ويك؟ عشان هو كان طالب مننا كده ان احنا نعملها بير ويك، وعشان كمان الفوليوم كوانتيتي ويست مدينها لنا بير ويك. فالنمبر بير ويك اللي احنا لسه مطلعينه مضروب في التايم بقى، التايم ده ما كناش لسه حسبناه، بس هو كل البارامترز بتوعه محسوبه، اللي هو البي دي اللي هي البيك اب تايم اللي هو اتحسب هنا، اس ات سايت تايم هو مديها لنا، واي بلس بي في اكس احنا عندنا الاي والبي والاكس مقسوم على اتش اي واحد ناقص دبليو، وقال لنا ان هو هيشتغل 8 ساعات في اليوم. كل الحاجات عندك، 5 دي احنا لسه جايبينها، البي دي احنا لسه جايبينها، الاس جيفن، اي بلس بي في اكس دي اللي هو كان جاي مديك اهي، ومديك طبعا اكيد الاكس كان المان مش فاكره ده ال P ده ال S ده ال A ده ال P في ال X ال X مش عندنا، احنا ما عندناش المسافة صح، لان هو بيقول هو بيقول لو انتم مركزين معايا انا عايز اعرف احط ال Material Recovery Facility فين، يعني هو عايز X، هو بيدور على X، اللي هيطلع كل ده function في X هو ايه time required per week. بعد كده هنحسب بقى الاوبريشنال كوست، الاوبريشنال كوست هو مدينا انها 20 دولار بير اور، عندنا اليوم 8 ساعات و الكوست، فيطلع برضه ده فانكشن في اكس
لا يا جماعه، هو اصل هو مش مدينا اكس، بس هو كل اللي عايزه عايز الكوست اوف ذا سيستم. الكوست اوف ذا سيستم اهو، اوبريشنال كوست اهو، فانكشن في اكس. فانت سيادتك هتحط الماتيريال ريكفري فاسيلتي على بعد كام تعرف تطلع الكوست؟ حطيتها على بعد 10 كيلو، اضرب هنا في 10 يطلع الكوست، هو ده اللي هو عايزه. حطيتها لان هو المطلوب الاوبريشنال كوست، ومش مديني المسافه، عشان هو هيشوف بقى التكلفه قد ايه طبقا للمكان اللي هو هيقترحه للماتيريال ريكفري فاسيلتي. تمام، خش على الجزء اللي بعد كده. دلوقتي موضوع ترانسفير ستيشن ده موضوع طبعا كبير، اللي احنا حكيناه قبل كده، اللي هو بيقول لك انه انا بنقل الويست بعد ما بعمل كولكشن، في الاغلب انا بوديها ترانسفير ستيشن محطه وسط، ما بوديهاش على طول على المدفن او المصنع او الام ار اف. ليه؟ عشان العربيات بتبقى صغيره فمش هتسوق، فيروح الاول المحطه وسط، العربيه صغيره العربيه كبيره، ده مش لازم. في احيان تانية بتبقى المحطه الوسيطه تبقى قصدي المدفن قريب، فيروح على طول للمدفن. ده بيمثل فكره ان انا دايركت هول، انا جمعت المخلفات وديتها على طول لتريتمنت او ديسبوزال فاسيلتي، وفي محطه وسيطه في النص. ده بيمثل ان في سيبريت ترانسفير اند ترانسبورت سيستم، انا جمعت المخلفات وديتها ترانسفير ستيشن، في عربيه كبيره بدل العربيه الصغيره نقلتها لتريتمنت وديسبوزال فاسيلتي. الفرق بين الرسمتين دول، في طرق الترانسبورتيشن مختلفه. انا كده انا وصلتكم للجمع، نقل مش يعني هنا، كنتوا لو تلاحظوا في الرسومات مكتوب دايما عند كل رسمه ترانسفير ستيشن، ماتيريال ريكفري فاسيليتي، او ديسبوزال سايت، الله اعلم ليه، عشان انا مش عارفه، وارد تكون ديسبوزال سايت على طول، وارد تكون ترانسفير ستيشن. طب هو بنختار بناء على ايه؟ على الفلوس، بناء على الفلوس لازم نحسب تكلفه الطريقه دي الدايركت تول، تكلفه السيبريت ترانسبورت سيستم كام، تكلفه ايه العربيات، سواء هنا العربيه دي بس صغيره او هنا في عربيه صغيره وكبيره كبيره، وكمان تكلفه ترانسفير ستيشن، والتكلفه نقدر نشوف احنا احسن لنا ايه. ناخد يعني هتشوفوا كده الكلام ده بالتفصيل. رسمه كده، هما الرسمتين دول تبع بعض بس مش مكفيين، في سلايد واحده حاطينهم ورا بعض، فاخر واحده هنا ترانسبورت وهي نفسها هنا ترانسبورت. احنا متفقين زي ما قلت لك ان الكولكشن ممكن يكون دور تو دور، ان انا زي ما بيحصل عندنا في البيوت ياخد من الايه، من كل شقه، سواء المخلفات سورتد اون سورتد، بيحصل لها كومباكشن، تشوفوا العربيات اللي هي بيحطوا المخلفات في بعض يدمقوها كده بعصايه خشب ايه، وبعد كده يحصل لها ينقلوا، او لو انت عندك كونتينر حاطه بقى تحت العماره من تحت، سواء الكونتينر ده ستيشنري ثابت، سوري ثابت وهو هيفضي اللي فيه مانيوال او ميكانيكال زي ما لسه شارحين، او الكونتينر ده بيتشال هيلا بيلا زي ما شرحنا المره اللي فاتت، اللي هو الهولد كونتينر يتشال هيلا بيلا ويروح لغايه ايه، قالوا ترانسبورتيشن بقى ديسبوزال سايت او ايا كان. طبعا عمليه النقل دي وارد يروح ترانسفير ستيشن، وارد مره واحده يروح عند الديسبوزال، وارد يروح بايولوجيكال تريتمنت يعني تريتمنت حاجه فيها، وارد يروح ام ار اف فيزيكال ميكانيكال فاسيلتي زي الماتيريال ريكفري فاسيلتي. لو راح على ترانسفير ستيشن لازم بعديها برضه هياخد نفس السكك، يا دي راح على الماتيريال ريكفري فاسيلتي، ففي جزء حصل له ريسايكلينج وجزء هنا هيحصل له مثلا بيولوجيكال تريتمنت، وبعدين يروح على الديسبوزال. يعني حسب بقى انت عامل البروسيس شكلها ايه. عايزين نتكلم شويه كده حلوين على موضوع ترانسفير ستيشن، لانه حاجه ايه، دي فاسيلتي اللي زي ما قلت لك المخلفات بالنسبه unloading من الكولكشن فيكل، وين يحصل لها ريلودنج تاني على لارجر لونج ديستانس ترانسبورت فيكل، بقى العربيه بتمشي مسافه كبيره عشان تروح للتريتمنت او ديسبوزال. الرسمه دي دخل هيفضي اللي جواه في العربيه اللي تحت الكبيره، العربيه اللي تحت ايه تروح هي على تريتمنت او دايما بيبقى طلع كده على رامب عشان يبقى ده اعلى من ده. احنا صممنا بقى 16 ترانسفير بيبقى دايما في رامب فضي فيه. طيب ليه لازم الترانسفير ستيشن زي ما اتفقت معايا؟ انه مش عايز اقعد اسوق مسافات طويله بكولكشن فيكل اللي هي لو لودنج، حالتها ضعيفه، انا عايزه اقلل التكلفه فبروح بعربيات كبيره. فلو الويست ترانسبورت مسافات اكبر من 20 كيلو، الرقم ده ما تاخدوش في الاعتبار، انت هتطلعه بعد كده ان شاء الله في المسائل.
تاني ده رقم شادي. فغالبا بحتاج ترانسفير ستيشن، لازم طبعا بعمل كوست اناليسيز واشوف احسن لوكيشن ليه ايه والديستنس. مهمه الترانسفير ستيشن ليه؟ للاسف لما ما بيكونش في ترانسفير ستيشن بتروح العربيات الصغيره دي لسه هسوق لغايه دامب سايت يلا ارمي في اي حته، فبتلاقي الليجال دامبنج كتير. ده بيحصل على فكره في مصر القاهره. الديسبوزال سايت لو بعيد اكتر من 15 او 20 كيلو لا عايز ترانسفير ستيشن، عربيات صغيره مش هتسوق كل المسافات دي. لما تكون الكولكشن بيك الكباسيتي بتاعتها صغيره اللي هي بنجمع فيها المخلفات مش هسوق كل المسافه دي بالعربيه الصغيره، انا عايزه انقل في عربيه كبيره قبل ما اسوق مسافه طويله. لما يكون له دنسيتي ريزيدنشال اريا، الريزيدنشال اريا دي ما فيهاش سكان كتير فمخلفات قليله اللي هتتجمع، مش هسوق كل المخلفات كل المسافه دي. طيب ايه مميزات وجود ترانسفير ستيشن؟ انا كده هقدر ابعد ديسبوزال سايت بعيد عن الناس، خلاص ان في ترانسفير ستيشن ديسبوزال سايت ممكن يكون بعيد عربيه كبيره هتروح. كولكشن فيكل ممكن تكون كاباسيتي صغيره خلاص مفيش مشاكل، ما هتمشي مسافه صغيره لغايه ترانسفير ستيشن. كولكشن فيكل مش هتروح كل ده عشان ترجع تاخد دوره ثانيه، لا هي رايحه ترانسفير ستيشن جنبها وترجع تشتغل ثاني بسرعه. طبعا هقلل الاير بولوشن وفيول كونسامشن لان انا ايه العربيه الكبيره لما هتاخد يعني فيول بتاعها كونسامشن ما هي شايله كتير زي عربيات كتير قاعدين يروحوا ويرجعوا. طبعا ريديوس الليجال دامبنج، ريديوس الدرايفر ليبر كوست والمينتنس كوست، بقلل تكلفه مش سواقين عادتهم هيزيد لو انا شغاله بعربيات صغيره انا هيروح رحلات اكتر. يعني طيب اختار ازاي مكان الترانسفير ستيشن؟ طبعا هنا في القاهره بقى مشكله كبيره، كنا بنعمل على مستوى الجمهوريه ما في منهم في هنا في القاهرة مفيش أرض تقعدي عايز ترانسفير صافي العافية. لو أنا فاكرة عملنا في البسد عملنا عند حتة منطقة ناصر على مطلع صلاح سالم معرفناش نعمل في حتة مفيش مكان تاني، لكن في المحافظات طبعا العملية بتبقى أسهل شوية. الحكاية أرض لو أنا فاكرة 150 في 150 متر ده اللي كانت فانا لما اجي لو انا يعني لسه بخطط مدينه من اول وجديد عايزه احط اماكن ترانسفير ستيشن فبروكسيميتي تو كولكشن روت لازم تكون ترانسفير ستيشن دي قريبه من اماكن التجميع تمشي كيلو. لازم يكون فيها ريسيفنج اريا عشان ايه مودتي ما تفتكرش ان انت ساعه لما توصل عربيه صغيره دي هتوصل هتلاقي عربيه كبيره قاعده مستنياها، لا وارد جدا ما فيش عربيه كبيره هي تفضي فيها فتفضي على الارض، فلازم في ريسيفنج اريا عشان الكولكشن فيكلز ديبوزيت اللودز بتاعتها تنزل حمولتها. لازم يبقى فيها اكويبمنت عشان نعمل كومباكشن، عربيه بقى كبيره اللي هي هتنقل دي في الاخر عايزه المخلفات ما تبقاش ايه جايه كده بدنسيتي قليله، عايزه يحصل فيها كومباكشن. وعشان انقل المخلفات من الحته اللي حطيت فيها ريسيفنج جايه لغايه العربيات الكبيره. برضه يا ريت ما تبقاش بعيده قوي يعني عن التريتمنت والديسبوزال فاسيلتي ما نحطهاش في اخر الدنيا. عايز اقول لكم بتروح ايه طويله جدا، فايه اللي بيحصل؟ هل بقى المتعهد عايز يسوق كل ده ياخدها يطلعها على منشيه ناصر ياخد كل الزباله اللي هو عايزها وطبعا قلت كتير اني ودي بقى اللي هو مش عايزه على العبور وقال بقى في النص ما يطلعش لغايه المدفع ويرمي في اي حته. طيب انا عشان ابتدي اعمل ديزاين انا عايز اعرف الويست اللي جاي لي نوعه ايه والسورس كاركترايزيشن ايه الفانكشنز اللي هتحصل جوه، هل في سورتنج ولا بس هنقل مع الترانسفير ستيشن دي ممكن تبقى از سمبل از انك هتفضي العربيه العربيه ممكن جواها يحصل ماتيريال ريكفري فاسيلتي يحصل سورتنج وسيباريشن كل حاجه قد ايه ويست هيتنقل. دي كان السؤال الاساسي اللي بنساله عايزين قد ايه ويست هيعدي على الترانسفير ستيشن. البيك سيزونز الماكسيمم فوليوم اوف ويست اعلى كميه يعني في اليوم الافرج في اكتر كميه ويست ممكن تستقبلها قد ايه. طيب طبعا لازم بنعمل راوتينج نشوف ايه افضل مسار للعربيه تدخل وتخرج من الترانسفير ستيشن ازاي يعني من انهي طرق. طبعا زي ما انت شفت كده بيبقى عباره دايما من الترانسفير ستيشن دايما عاده فيها رامب فحط بقى ساينز الداخل ده مش عارف هو داخل المكان مش عارف هيمشي ازاي تقول له يمشي ازاي و طبعا بتايدنتيفاي فاست اكسس راوتس تو افويد كونجستشن يعني تقول السواق طرق يعني سريعه عشان ما يبقاش فيه زحمه. لازم يكون في سام باركينج سبيس لازم
يجيب جوه الترانسفير ستيشن مكان لركنه العربيه الصغيره، هو نفسه ساعتها هيخرج. كمان الاوفر نايت غالبا بنبيت العربيات الصغيره في الترانسفير ستيشن كتيره. الانترنس والاكزيت بتاع الترانسفير ستيشن لازم يبقى اوت لاين بروفايدد للسيرفيس بروفايدر، لازم هيدخل من اي باب يخرج، مش دايما بتبقى الدخول هي الخروج. الرامب انجل تو بي مينيمايز تو افويد ايزي موفمنت لارج فيكلز، طبعا نقطة أساسية بندرسها. الرامب كام؟ الرامب هنعمله كام؟ فاكرة الأرض كانت صغيرة، عايزين نعمل رامب 15 لواحد، ما ينفعش عربية كبيرة مش تطلع عليه، نعمل أقصى حاجة 10 لواحد. ما ينفعش طبعا يكون قدام منطقة سكنية عشان الريحة والدوشة. الأرض اللي انت هتعمل بيها تكون سهل تنظيفها. طبعا كمية المخلفات اللي بتترمي جوه، يعني اللي بتقع جوه في الترانسفير ستيشن، في سيستم للكنترول اوردر كنترول. طبعا هيحصل شويه تشيت، ان في زباله هتتساب مده، عندك درينج سيستم تعمل له تريتمنت لان ده هينزل فيه الكالب اللي هو سائل الرشيح. طبعا لازم في واي بريدج، دي اساسيه، ما ينفعش المحطه وسيطه من غير ما اعمل ميزان في مدخلها يوزن العربيات. سبيشال كولكشن بوينتس للهازاردز والالكترونيك ويست، عشان ان كيس ان انت هتعمل فصل الاكسبانشن. طبعا هو ايه، انا عملت دي ترانسفير ستيشن تمام مكانها كويس، ما عملش حسابي بس على كميه المخلفات الثانيه عندي بها ارض ملاصقه ليها عشان لما عاوز اعمل اكسبانشن. طبعا تري فنس از بافر زون، طيب ترانسفير ستيشن بقى هنعملها شكلها ايه حسب السبيس الموجود، اهم عامل المخلفات ونوعها، قريبة قد ايه من الريزيدنشال اريا، هتمشي قد ايه لغايه السايت، الطريق شكله عامل ازاي، رود كونديشن. فالمفروض لو انا يعني في العادي لسه بخطط مدينه جديده، فالمفروض يسالني انت عايز ترانسفير ستيشن مساحتها قد ايه ترانسفير. فانا ببتدي احسب اريات كتيره، الاريا اللي انا هستقبل فيها المخلفات وهعمل انلود، الاريا اللي ترانسفير الويست من الاريا دي لان انا يشيل الزبالة من الأرض ضعها على عربيات كبيرة أو لودينج تاين، عايزة administration room و rest rooms طبعا لازم في مبنى، أو يعني هي بتبقاش مبنى أوضة إذا أوضة حمامات، الفنس والجيم sorting لازم يكون في طيب كده حاجة من الحاجات اللي كنت في عربية طولها 11 متر. هنقعد نحسب الكلام ده، المساحات عندنا كانت ضيقة جدا، فانا مش عارفه اعمل ايه، هتعرف تعمل مانوفرنج ولا لا، هتعرف تعدي ولا لا، هتعرف تدخل ولا لا، بعض بنجيب ترافيك 10 متر بتوع طرق في ال هي هتشيله 6 متر، وعايزه مانوفرنج سبيس كمان 6 متر، فانت عايز 23 متر بس عشان العربيه دي ممكن تتحرك. طيب الاوبريشن ريكويرمنت عشان الترانسبشن دي تشتغل، في ريكويرمنت للاوبريشن بتاعها، عايز الجراوند لازم يتغسل يومي قصدي. طبعا العربيات مفروض تتصلها بسنتكشن، مينتنانس ريكورد اكون عندي يعني ريكورد بشوف فيه الصيانه ايه. طبعا الايديا ان كل الزباله اللي بتيجي كل ما فيش حاجه تبات، عاش عربيات ان اوثرايزد ما عندهاش ساينز على الجيتس، ما فيش هازارد ويست، في بيست كنترول عشان ما يبقاش في حشرات. لازم الزباله اللي بتدخل او اللي توزن تسجل الكلام، في تهويه كافيه في المباني، الحاجات اللي ريحتها جامده انجنز اوبريتنج بروبرلي تيرن اوف انجنز، يعني كلام كله. طيب دي خلينا في هذا الموضوع، انا مش قلتي هي انا او معاكم، بس انا عايز اول حاجه اوريكم، عايز اوريكم دي احنا دلوقتي اللعبه ايه في الموضوع. اللعبه دلوقتي سواء انت شايل يعني عامل ستيشن كونتينر ولا هولد كونتينر، هتودي فين؟ هتودي على طول على ديسبوزال سايت او الماتيريال ريكفري فاسيلتي ولا هتودي على الترانسفير؟ الفلوس مين ارخص؟ دي السؤال، ده السؤال المهم اللي بيجي عليه. دلوقتي احنا عندنا طريقتين، دايركت هول سيستم هوب على طول من الكوليكشن اطلع على الديسبوزال، طريقه ثانيه بتقول لا والله انا هروح الاول على ترانسفير ستيشن
منها اطلع لايه؟ على الديسبوزال. طيب الطريقتين دول بنحتاج نرسم التكلفه بتاعت كل طريقه منهم. خلي بالك من حاجه، انت لو هتشتغل على طول فانت هوب كده تكلفه العربيه الصغيره اللي هي دي اللي هتنقل لغايه الديسبوزال سايت بتاعتها كام؟ الهولينج كوست دولار بالمتر كيو مع الزمن. ما هي لو السواق ساق ساعه هيدفع كذا في العربيه، ساعتين هيدفع كذا. ترسم الخط سهله. طيب في حاله ان انا هروح ترانسفير ستيشن الاول، هل انا جايه بالعربيه الكبيره انا جايه بعربيه صغيره برضو؟ فالمفروض صح ان الكيرف ده مش الصح، هتشوف دلوقتي ان صح برضو عشان لو في حد يعني بيفكر بمخه. الميل ده هو الميل المساوي لتكلفه العربيه الصغيره اللي انا بستخدمها في الطريقتين الاول. ما انتوا لو تلاحظوا في الرسم انا ايا كانت الطريقه انا لازم الاول استخدم العربيه الصغيره سواء هسوق بيها على طول او هروح بيها للترانسفير. ده معناه تكلفه العربيه الصغيره ثابت، اللي هو العربيه الصغيره دي اللي هي ممثله هنا بدي على طول. الزاويه دي يعني التكلفه دي المفروض تبقى في خط بارلل ده، معناها ان نقطه الكولكشن فين؟ تكون هنا. صح، كل الكلام ده صح مليون في الميه، انا معاك مليون في الميه. ارسم كده خط موازيل ده، بعد ما ارسمه اوقفه فين؟ اوقفه عند مكان الترانسفير ستيشن. يعني العربيه دي الصغيره ساقت الزمن ده لغايه ترانسفير طبعا ترانسفير ستيشن، الخط ده هيكمل؟ لا، لازم يقف. هو المفروض انا طبقا للرسمه دي يعني اكني كان هو واصل لغايه هنا اكني، فانا زودت عليه تكلفه الترانسفير ستيشن اللي هو العمال بقى اللي في الترانسفير ستيشن وتكلفتها واوبريشن وكابيتال كوست وكده. انا بنيت ترانسفير ستيشن، ده كل ده التكلفه دي مالهاش علاقه بان انا هسوق قد ايه او سوقت قد ايه، تكلفه ثابته. دي التكلفه دي اضيفها، ثم احط بقى ايه تكلفه العربيه الكبيره، لان انا بعد ما اوصل هنا بجيب العربيه الكبيره لغايه الايه سايت. العربيه الكبيره كل ساعه تكلفني. يقول لي ما انت ما رسمتيش كده ليه؟ اقول لك عشان ما اعقدكش. طب الرسمه دي صح؟ صح 100%، لان المسافه من نقطه التجميع لغايه هنا ثابته في الطريقتين بنفس الفلوس بنفس الزمن هي بالعربيه الصغيره. ليه؟ لان انت شايف هنا في الرسمه دي انه السورس اوف جنريشن ثابت. انا بقارن بقى العربيه الصغيره هي العربيه دي هتسوق برضو لغايه هنا، هي هتكمل بس في الحته دي تكلفتها ثابته طريقتين. فده اللي بيخليني كيرف زي ده ما ابتديش من نقطه الجامعة، مش فارق معايا، ببتدي اكني من عند نقطه ترانسفير ستيشن. السيستم الاولاني اللي هو هسوق على طول مفيش تكلفه ليه، هوب بنفس العربيه الصغيره مكمله. تاني لا، هقف عند ترانسفير ستيشن واعمل وانقل في عربيه كبيره واعمل شويه حاجات ليها تكلفه. حاجه دي بقى النقطه المهمه جدا، الطين هيتقاطع. هيتقاطع فين بقى؟ هيتقاطع في النقطة اللي عندها تكلفة الطريقتين قد بعض بالظبط. معناها ايه الجملة دي؟ معناها ان لو المسافة بين الترانسفير ستيشن للديسبوزل كانت او الزمن يعني كان الزمن ده سواء استخدمت الطريقة دي او الطريقة دي التكلفة واحدة زمن. اما لو زمن بين الترانسفير والديسبوزال اكتر من احنا بنسميها البريك ايفن تايم يعني اكبر كده، يبقى انهي طريقه ارخص؟ الطريقه اللي تحت لانها ادتني كوست اقل، هي الطريقه اللي بعد ما استولت ترانسفير ستيشن. يبقى طريقه وجود ترانسفير ستيشن اللي هي دي هي ارخص لي مسافه بقيه الديسبوزال كبيره، فاحسن لي وارخص لي اعمل ترانسفير ستيشن. اما لو زمن بين اقل من التايم يعني احنا في هلاقي ان التكلفه الاولانيه اللي بودي على طول على سايت ارخص سايت قريب. في حاجه حد مش فاهم؟ تمام يا دكتور. دي ايه؟ ده ملوش على ده يعني ده قصه ترانسبورت. احنا النهارده بنتكلم في قصتين مختلفتين، قصه كولكشن قصه ترانسبورتيشن. كولكشن قصه هولد كونتينر سيستم وستيشن كونتينر سيستم. بعد قصه ترانسبورتيشن تجمع وتودي على طول على المدفن او كده، ولا روح ايه الديسبوزال الترانسفير ستيشن الاول. هذا الكلام عليه مسائل.
مسائل بتعمل ازاي بالرسم، الرسمة دي زي ما انا شرحتها لكم كده. فهناك مسألة عليها هي ممكن نشوفها. المسألة بتقول ايه؟ انا عايز احسب البريك ايفن تايم هولد وستيشنري كونتينر سيستم بير بير اند ترانسبورت سيبريت ترانسفير اند ترانسبورت. Air to it. Air and يعني عايز اجيب البريك ايفن تايم اعمل على طول كولينج اللي ان انا اوصل على طول للديسبوز ولا اعمل سيبريت. ايه الداتا اللي عندك؟ الهول كونتينر سيستم وذا هويست تراك يوزنج هويست تراك دي عربيه صغيره ساعتها 6.1 متر مكعب وتكلفتها $25 في الساعه. كونتينر سيستم كومباكتور 15.3 متر مكعب $40 في الساعه. كتير عايز $40 في الساعه ساعتها كذا. دي اقوى دي بتقارن ثلاث حاجات. يعني هي بتقارن حاجتين بس ثلاث حاجات. معنى ايه؟ يعني انت تروح على طول على الديسبوزال ولا تعمل ترانسفير ستيشن، بس انت كمان تستخدم هولد ولا ستيشن. ففي سعر للهولد كونتينر سعر الستيشنري الاثنين دول عربيات صغيره. في سعر بقى العربيه الكبيره و 80 متر مكعب اللي هو $40 في الساعه. يعني انا عايزه بريك ايفن تايم اروح اقف عن ترانسفير يعني ولا اكمل على الديسبوزال على طول. في نفس الوقت هولد جواه يعني الكونكشن ده ترمي يا اما بهولد كونتينر سيستم يا اما بستيشن. دي تكلفه ترانسفير ستيشن. نعمل ايه دلوقتي؟ انا ينفع اقارن كده والعمليه بطيخ كده عمليه شويه ده متر مكعب 6 وده اقارنهم ازاي؟ اعرف ازاي مين ارخص؟ لازم عشان اقارن اشوف التكلفه قد ايه للمتر مكعب الواحد. ما تبقاش تكلفه بالساعه بس ساعه على متر مكعب. شوف العربية الأولانية السيستم الأولاني الستراك بتقول لي $25 هي ساعتها 6.1. أنا هحاول بالدقيقة ليه؟ عشان ما حدش قال إن البيك تايم هيطلع بالساعات. فأنا مش جايز بيك تايم دقايق عشان كده مش على أنا العربية دي 3.07 متر دولار كل متر مكعب في الدقيقة. يعني أنا عشان أنقل متر مكعب مخلفات 8 دقيقة هدفع بوينت. العربية اللي بعدها $90 مفروض ساعة ساعتها قد ايه؟ 15.3 عشان بعدين ستيشن العربية بقى كبيرة كام؟ $40 برضه بس ساعتها 80 ساعة كلفاني كذا. آخر تكلفة ترانسفير ستيشن. ده في تركاية بقى. ترانسفير ستيشن ده في اتنين كوست، كوست اوبريشن وكوست ايه اكويبمنت. الاوبريشن كوست هو مديها لكم 3.6. تمام. كمان انا لو استخدمت دي يبقى عندي عربيه كبيره بقى استخدمها بتاع ترانسبورتيشن، عارف اللي هو العادي العربيه صغيره بس عارف ان انا هنقل على طول على الديسبوزال. انا لازم ازود عليها 0.08 متر مكعب في الدقيقه. دي في الزمن، دي بقى اضرب هنا في الزمن عشان دي بس بير مينيت، فلازم اضرب في التايم عشان اعرف اجمعهم على بعض. طب البريك ايفن تايم بين A و C هنجيب اتنين بريك ايفن تايم. مره لو انا مستخدمه كولد كونتينر سيستم مقارنه بالبي ال ان انا اعمل ترانسفيرتيشن، مره ستيشنري كونتينر سيستم مقارنه بالترانسفير. انا عشان اجيب بريك طبعا ينفع ارسم، لازم اعمل معادلات. انا بوريك طريقتين، طريقه الرسم اللي انا وريتها لك ترسم ازاي ماشي 1 مينت. ما احناش هنمشي 1 مينت لان ما يطلع رسمه مش وحشه يعني مش فاهم تطلع 0.07. هتمشي على طول مثلا 100 دقيقه وتقوم طالع ايه التكلفه قدامها او تعمل بالمعادله. المعادله عايزين لو عايزين نشوف تايم بين
الطريقه العربيه دي اللي هي في الهولد كوبري، مع ان انا اعمل ترانسفير انا هشوف بريك ايفن تايم ازاي. انا عندي $7 مضروب طيب الدقيقه في الدقيقه قويها ب 3.6 هي بروفيت ال ستيشن زائد ما هو ما انا بقارن دي بتكلفه ستيشن هي عباره 3.6 زائد 0.0 زائد العربيه يطلع ال 58 دقيقه. ده معناه ايه؟ زمن الرحله اللي ديسكو 58 دقيقه استخدم A او C زي بعض، استخدم هولد على طول لغايه ال هيكلفني انا صدمت هولد انت وقتها. فانا لو الزمن اقل من 50 دقيقه فمن تحت الراجل انه يستخدم ان هو يبقى طول على الديسبوزل. لعبه لعبناها ما بين بي وسي لو عايز اقارن يروح على طول او ان حد مش فاهم حاجه. المنهج بتاعنا كده كله حاجات عايزه شويه مخ، مش حاجه معقده بس عايز شويه تشغل دماغك كده. هي مانجمنت، سوليد ويست از مانجمنت. ما انا شرحت لك الرسمه دي هي نفس، انت ممكن تحل نفس المساله دي ويطلع لك 58 دقيقه و113 دقيقه بالرسم. تقدروا بقى تحلوا المسألة دي لوحدكم نفسها أو يعني محلولة، يعني تبصوا عليها تلاقوها بصوا معمولة بالرسمة. أنواع الترانسفير ستيشنز شكلها إيه؟ إحنا شفنا الرسمة دي يمكن، بس أنا يعني عايزة أدخل لكم بقى في شوية أنواع. دايركت ديسشارج، عربية تدخل أهي على الرامب، رامية اللي فيها في الإيه؟ في العربية الكبيرة، العربية الكبيرة تاخد بعضها وتمشي. طبعًا مفيش كومباكشن هنا حصل. سيرش بيت عاملة زي إيه؟ العربية اللودر أو البلدوزر is used عشان يكمباكت الويست. أنا جايبة لودر أو بلدوزر كمباكتور عشان يكمباكت الويست قبل ما يحطوا على إيه؟ يدلوا على العربية الكبيرة. تمام؟ جايبة حاجة تعمل كمباكشن. برضو هنا كمباكشن سيستم. ويست هيتحط into stationary compactor hydraulic ram. هنا hydraulic ram حاجة تزقه جوه العربية الكبيرة. هنا كمان بري كومباكتور سيستم. تخيلين هم عاملين كومباكشن كل ده ليه؟ انا عايز احمل العربيه الكبيره اقصى حاجه ممكنه، احط ده بينزل على بيت وبعدين كومباكتد باستخدام هيدروليك رام يوزنج ا سيلندر يعمل دنس لوج اوف ويست. دي بقى حاجه اقوى بس مش موجوده عندنا، موضوع البالات. انا الويست لما ينزل عايزه بقى احطه كانه ايه، في مكعب، في باله اشيلها احطها على العربيه، باله تروح في صوره بالات يعني مكعب كده. وفي كمان انتر مودال كونتينر سيستم، الويست بقى يتحط في ايه؟ يتحط جوه كونتينرز، يعني العربيه دي ينزل يتحط جوه كونتينر وكونتينر وكونتينر، عربيه تشيل كونتينر. طيب ده كده الترانسفير ستيشن. زي ما قلت لك الترانسفير ستيشن دي ممكن تبقى as simple as اللي انا شرحته، تنقل من العربية لعربية، وممكن تبقى أعلى من كده. هتبقى كمان ماتيريال ريكفري فاسيلتي. فاسيلتي أقدر أريكفر فيها ماتيريالز، أقدر أطلع فيها ريسايكلز، أطلع البلاستيك لوحده والورق، أقعد أعمل فيها ريسايكلينج، أعمل فيها ريكفري. طيب فهي إذا الـ MRF دي اللوكيشن بتاعها ممكن يكون فين؟ في الترانسفير ستيشن. وممكن لا والله قطعة الأرض اللي حلتي ما تكفيش غير إن أنا أفضي من العربية لعربية أعمل شوية كومباكشن. فانا هعمل الفاسيلتي دي الماتيريال ريكفري في التريتمنت، او تبقى ستاند الون فاسيلتي غير ان انا عندي ترانسفير ستيشن كمان عندي ماتيريال ريكفري فاسيلتي غير الديسبوزال. احنا في مصر بقى عندنا ترانسفير ستيشن فيها ماتيريال ريكفري عشوائي اللي هو ماشي، وعندنا كمان ماتيريال ريكفري عشوائي جوه دي. وعندنا تريتمنت وديسبوزال جنب بعض. طب انواع الماتيريال ريكفري فاسيلتي، منها ديرتي وكلين. في بقى منها سمول او لارج، في منها ايه مانيوال او ايه
عمال واقفين كل واحد مسؤول عن ان هو ياخد نوع من انواع المخلفات يحطه في السياره. هي ميكانيكال اوبريشنز عشان اعمل ريكفري سمول ولارج وان طن بير داي. طبعا ده مش هاندردز اوف طن، 500 مانوال زي ما انت شفت فولي نايز. عندي حاجات عاليه مش موجوده في يا جماعه، في انفراريد لايت يقدر يقول لك بلاستيك ده ايه زي ما انت شفته. الدنيا تطورت فيقدر يعمل ايه رسمه كده على البتيريا زي ايه الكومبيرز. ايه بقى الديرتي ماتيريال ريكفري فاسيلتي كلين؟ الديرتي ماتيريال ريكفري فاسيلتي بتاخد ريسايكل من الماتيريالز مخصصه بالنسبه للسوليد ويست. هي طبعا فيها مانيوال وماشين بيس سورتي، ولازم طبعا الماتيريالز دي ريسايكل الماتيريالز بيحصل لها بروسيسنج عشان تبيعها في الصناعه. ممكن في اليوم تعمل 600 فكرة. بس العيب طبعا الأساسي أنت عامل إن الليست جاي لك معاه منسبن، فمعظم ال large percentage من ال waste materials ما بينفعش تاني إن هو are not recyclables. الكونتامينيشن إيه تيني مر إف؟ تيني مر إف بيجي لها بقى recyclable materials من residential commercial business already separated من solid waste. عادة هي بتبقى بتبروسيسنج ستريم ريسايكلز حاجة واحدة. هما طبعا هو بيجي لها ستريمز، يعني احنا عارفين انه اوقات بنفصل الويست ويت ويست ودراي ويست. حتى لو هو دراي ويست فيه بلاستيك على بس هو دراي فما بيبقاش فيه مشكلة. حتى لو كذا ستريم بس كلهم دراي مفيش معاهم حاجة ويت يعني زي كلهم كولكتد فور ريسايكلينج دامبستر الحاجات دي، بس برضه الكابيتاليتي دي كلين ما فيهاش اي حاجات اورجانيك ومويستشر كلين. ام ار اف ريسايكل مور ماتيريالز ذان ديرتي ام ار اف طبعا لان هي جايه لها الحاجات اصلا.
ريسايكلبلز مختلفة بطرق مختلفة. هو خلاص كده المحاضرة خلصت؟ ابوس ايدك، قدر اني ببقى رافع صوتك على الاخر فانت بتخرم وداني. خلصت، قدر ولطف، الحمد لله.